السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن أمر الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بعدم اتخاذ الكافرين أولياء من دون الله وعدم طاعتهم في أمور الدين، أمر عباده المؤمنين بطاعته والاعتماد عليه والاستعانة به وحده، وأنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، بل من حروف العطف، وتفيد في الآية الكريمة الإضراب الانتقالي. يعني إيه؟ يعني بنستخدم بل للانتقال من معنى إلى معنى آخر. وخلونا ناخد مثال لتقريب الصورة للأذهان. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلو تأملنا جيدا في الآية الكريمة نجد أن بل تنقلنا من معنى إلى معنى آخر. ودعونا الآن نتأمل مرة أخرى في الآيتين الكريمتين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا اليهود والنصارى والمنافقين والكافرين في أمور الدين يردوكم إلى الشرك بالله مرة أخرى، بل أطيعوا الله مولاكم. والمولى كلمة جامعة تشمل عدة معاني، فالمولى هو الولي، وهو النصير، وهو المعين، وهو الحافظ، والمولى هو القريب، وهو المحب، وهو الودود. ومن كان الله مولاه فمن يخيفه؟ وهو خير الناصرين، لأنه عز وجل هو وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي ذلك بشارة عظيمة لكل مؤمن. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.